السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الطباع مانجا وبيسوات الفصل 1021. أنا متحمس ومولع نار. اللي قارين الفصل عارفين ليش، بس اللي قارين الفصل خلنا نبدأ نقرأ الفصل معاكم صفحة صفحة من البداية. لذلك خلونا نبدأ. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. طبعا بدأ الفصل بصفحة الغلاف، طلب من أودا نيرسب سينيور بينك ومعاه قاعد يقص قصته في بار، وجاب فرانك يبكي، والبارتندر فجأة وبشكل غريب طلع فهد نفس ستايل بيدرو. كوينسيدنس؟ صدفة؟ أنا ما أدري، أنت قولوا لي يعني، ما أدري هل هي صدفة ولا متعمد الكاتب يلمح على واحد من الفهود اللي نعرفها اللي عينه مشطوبة واللي انفجر في حدث البيج ما. ما أدري ما أدري أنا ما أدري، أنت شوفوا أنت رايكم. هذه دعابة يعني، ممكن ترى بيدرو يعود إلى الحياة، ممكن لا ميت. وزي ما قلت لكم أنا fine with either choice، أنا راضي بكل الخيرين، ما عندي أي مشكلة سواء حي أو ميت. لو كان حي ما راح تكون مشكلة، راح تكون فرحة عارمة وبسوي فيها خلاط. لو كان ميت من يريد أن يخلطنا فليخلطنا، بس أنا ماني بزعلان لو طلع فعلا ميت. عايد يخلطني، مات مات ما عندي مشكلة، سأل أركاني وتوقع لن حي. نروح على الصفحة الأولى من الفصل زي ما توقفنا على الفصل اللي طاف، بعد ما أظهرت روبن نسختها العملاقة ذات الأيدي الكثيرة، تقريبا 6 أو 7 أو 8 أيادي. بعد أن أخرجت روبن نسختها العملاقة ذات 8 أيادي العملاقة، واللي قاعدة تلعب كذا كذا يعني مستعدة للهجوم على بلاك ماريا. فبلاك ماريا قاعدة ترد عليها، يا لثورة غضبك، يعني يبدو أني فعلا أنا أثرت غضبك، أنت فعلا معصبة زعلانة. طبعا أنا ما بعتز الترجمة الرسمية، أنا قاعد أصور من طباعة اليوم الجمعة بعد اللايف رياكشن مباشرة، فأعتذر لو ما جات يعني خطاب الترجمة، بنعدل يوم الاثنين بالبث. أنا مضطر أسافر بكرة السبت الصباح، فأسف أسف جدا، ما بيدي ذا الشيء لأني أصور للطباعة الحين. بعدها علقت بلاك ماريا قالت لابد أن هذا المجسم الضخم اللي خلفش قاعد يستهلك منطقتك الكثير. طبعا تقول ذا الشيء بيست على ملاحظة هي لاحظت أن روبن بدت تلهى، وفعلا ردت لوبن قالت لها لا تقلقي حول أمري، يعني don't worry about me، بس كده تلهى فعلا قاعدة مجهدة، فعلا المجسم الضخم اللي سوته خلفه قاعد يستهلك طاقتها. وأكبرت بعدها أنا أنوي إنهاء هذه المعركة بشكل سريع، يعني بخلص عليش طعطعتها ضربتين ومخلصين منتهين. أطلقت هجمتها روبن، سمتها سي سيربنت اللي هو أفعى البحر ومخلوق أسطوري، بس إن يدينها كانت تتحرك مثل الأفعى عشان يكون صعب التنبؤ بتحركاتها. 8 أذرع 8 أفاعي عملاقة كذا قاعدة تهجم على بلاك ماريا، الهدف منها تثبيت بلاك ماريا. وفعلا أظن أن أرجل بلاك ماريا كانوا يا إما 6 أو 8 أرجل، 6 من الأيادي روبن ثبتت 6 أقدام بلاك ماريا عشان ما تسمح لها بالحركة أو الهرب أو المناورة، على طول مسكت رجولة ثبتتها في الأرض عشان ما تهرب، وجات باليد 7 أو 8 متوجهة على وجه بلاك ماريا تبي تمسك وجهها عشان أنا ما أدري وش يعني، بس أظنكم فهمت قصدي. روبن قاعدة تقول لها لا مهرب لك، يعني لا تحاولين تهربين أو تنجين من ال يعني خلاص بيدي بتقبض عليش بتمسك عشان انتهيتي. فقالت بلاك ماريا أنت تظنش تقين تبتيني بهذا الشيء، يعني أنت خلاص تجبريني إني أستسلم، خلاص تبتيني ما أقدر أتحرك، وتحرك يدينا كذا بالسلاح حقها، وشنق شقت يد روبن اللي كانت متوجة عليها. المصيبة مو هنا، المصيبة إنها مشقت يد نسخة روبن، جسم روبن الحقيقي يدها الحقيقي طلع منها دم، جرحت. فهذه معلومة جديدة يمكن ما ظهرت من قبل، يعني أظهر لنا الكاتب إذا ما غلطان لو أحد أذرع روبن تألم تتألم إيه، بس ما كنت أعرف أنا شخصيا أتكلم إنه لو جرح تنجرح إيه أيضا. وكأن الأيادي هذه extension يعني امتداد لجسمها، يعني امتداد من جسمها. بلاك ماريا لاحظت ذا الشيء انبسطت، قامت كذا تنزل وتسوي بسلاحها شينج 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 شينج، قالت إذا جسدك الحقيقي يتأثر لو أصبت هذه الأذرع. جرحت يدينها طا 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 3 جروح كذا من كل مكان، وطبعا روبن قاعدة تنزف وبدت تعلق. بلاك ماريا قالت أنت سهلت الموضوع علي، صار الموضوع أسهل.
حجمش الكبير هذا وأذرعش الكبير صارت هدف أسهل من أنا استهدفش أنت صغيرة لازم استعدش وتدين تفادين لأيادي دي موجودة في كل مكان وحجمها كبيرة أقدر استهدفها بكل سهولة وأقدر أجلدك بكل سهولة. بعدها أظهرت واحدة من أقدامها وطالع منها سم في نهاية القدم في سم كذا يعني شكلها كانت ناوية تضرب أحد أذرع روبن بالسم ما يعني أن السم راح ينتقل إلى جسد روبن. هنا على طول روبن اللي كانت ماسكة بالذراع هذه وخرت يدها على الذراع وسحبت يدها عشان لا تصاب بالسم. فبلاك ماري قالت لاحظت يا جل أن في سم في نهاية قدم يعني عرفت أن أقدر أثر عليش. بس يوم تراجعت إيدين روبن على طول بلاك ماريا استخدمت قدرتها مارية نت شبكه العنكبوت الخاصه بماريا تشينغ 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 طلقت 3-4-5 خيوط عنكبوت وثبتت ايدين نسخه روبن العملاقه ثبتتها في الجدار. وبعدها قدره ثانيه ماريا هاش كذا وبدت تشد ايدينها كذا وتلزقها بالجدار يعني فدايه اصابت ايدينها بخيوط عنكبوت بعدين شدت خيوط العنكبوت خلت ايدينها تتعلق صارت كانها مصلوبه عندها 8 أذرع وكل الأذرع دي مصلوبة في الجدران. في اللحظة هذه على طول بلاك ماريا بدأت تلبس القفاز الحديدي الحديدة اللي تجي كذا مدببة على يدينها جهاز يدين وتقول حق روبن أنا مقاتلة في قلبي يعني أنا متعلمة فنون القتال في قلبي عشقها ولظنيني راح تسهل معاش وتقفز على روبن ودلها تهجم على روبن الصغيرة هجمت على تمثال روبن تجاوزت روبن الصغيرة وبدأت تضرب في التمثال لأنها تعرف أن يعني نسخة روبن التمثال الضخم هذا كل ما أنا أصبت وضربتك كل ما ضررت ما تكلي راح ينتقل إلى جسد روبن الصغيرة فليش أقدر أدور الصغيرة وتتنحاش كده خلني أضرب العملاقة دي وأعطيها أقوى ضربات مدامني أنا عملاق أصلا. وبدأت تقول لها تذوقي حديدة أو النكز قبضة الأوريا الخاصة بي النكز الحديد اللي هنا بوم لكمة 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 وطاحت روبن في الأرض الحقيقية بدأت تحط الدين على وجهها كده لكمات تجي في الجسد ده وكل أثرها يجي في وجه روبن الحقيقي دمان قامت تصب دم. وبلاك ماريا الحقيرة تقول واو يا لها من كيس ملاكمة عملاق يريح العصابة يعني برد خاطري كده أني كونش عملاق أقدر لكم فيش أكثر أقوى فمبسوطة يتلكم فجأة بوم ضربت سيز فلور اختفت قدرة روبن ألغت القدرة طلعت أزهار ضربت الهواء بثلاث زهرات يعني ما ضربت شيء فقامت تعلق بلاك ماريا الحين صرتي انت اللي تحاولين الهرب يعني تحاولين تنحاشين مني بينما في الواقع لا روبن الغت الجسد وطلعت يدين جدد وهجمت على بلاك ماريا بيدينها الجديده ولكن هيهات بلاك ماريا بيدها كذا خيوط جديده في الجدران حمتها من الايادي اللي كانت بتهجم عليها. هالمره سمت قدرتها ماريا كيج اللي هو قفص ماريا اللي بلاك ماريا سوت عليها قفص قفلت على روبن في قفص حوطتها بالكامل بالخيوط بس إلى الآن ما مسكت روبن جسد الحقيقي الصغير. وبعد ضحكت نزيت أنا أقول ليش ترى خيوطي قابلة للاشتعال والعنكبوت الصغير جسد العنكبوت حقها سوى زي كذا واشتعلت كل الخيوط العنكبوت اللي محيطة بروبن كمثل القفص يعني روبن صارت مثل القفص الناري. ورجعت كملت بلاك ماريا تهجم على روبن وترمي عليها خيوط كذا تبي تثبتها عشان بعدين تشعلهم بالنيران. قاعد تقول لها اتذكر قبل شوي قاعد تقولين انك بتنهين المعركه دي بشكل سريع هذا ما تستحقينه بعد ان حاولت الدفاع عن شرف ذو الساق السوداء المعيبه وصاحب العار الكبير يعني وهذاك عليه عار كبير نستدرجش وانت تحاولين تدافعين عن شرف وهذه الهزيمه المذله اللي بتصير ليش راح تثبت انكم انت وكلاكم ما منكم فائده تقصد انت وبروك يعني اللي جيب زحلش او اللي جمع عاش. فعلا طبعا مع حركاتها السريعه وخيوطها استطاعت ايقاع روبن في شبكتها في خيوط العنكبوت الخاصه بها. روبن عالق كذا وهي قاعد تقول لها الم تحاولي ان تخرجي المزيد من بتلات الزهر حقتش هذه تزرعين اذرع زياده ابي اشوف كيف ازهارش تحترق وسط بركه الحمم وبركه النيران هذه اللي أنا قاعد أسويها حاليا. إلى الآن ما أشعلت الخيوط اللي ممسكة بروبن بس على واشك تسوي ذا الشيء. طبعا روبن يوم سقطت في شبكة تقول لقد أخير دفاع يعني اللعنة علقت في شبكتها فعلا وقعدت زي ما تقول تغضبها زي ما تقول لما لا تطلبين من الكاشادورو هذا طبعا كاشادورو تقصد اليوكاي الروح اليابانية القديمة اللي تشبه الهيكل العظمي يعني قاعد تتريق على بروك لما تطلبين من هذا الأحمق العظمي بروك خويش إنه يجي يطفي النيران الجليد حقه يعني رد بروك بطريقة واثقة جدا من قوة روبن قاعد يقول بلاك ماريا أنت قاعد تقولين أشياء حمقاء لو أني مكانش لهربت من المكان اللي أنا فيه حاليا لا تقعين في وجه
روبن يعني قلت بالله ولو ضحكت المجنون ضحك بطريقة صراحة مستفزة لبلاك ماريا كان يقول لها تراش ولا شيء قدام روبن. بدأت بلاك ماريا يوم شافت روبن عالقة في الشبكة مثل ما كان سانجي عالق سابقا بدأت تضرب فيها بنفس الحدائد هذه اللي كانت تضرب فيها سانجي. وش بتسوين الآن يا فتاة الشيطان؟ هذا لقب روبن ديفل شايلد الفتاة الشيطانية أو الطفلة الشيطانية في السابق. طبعا تتم تحاول تأثر عليها عاطفيا أو معنويا مثل ما أنا قلت لك في السابق، أنت لست سوى عبء على الطاقم التي معها. كل كبار العالم يعني اليونكوز والأدميرات هذا يعرفون أنك أنت بلا حول ولا قوة هولبلس ما منش فايدة. الشيء الوحيد المميز أو ذو قيمة فيه هو عقلش، المعلومات اللي براسك انك تقدر تقرين بونيغليف، عندك قدره انك تقرين لغه البونيغليف، هي الفتاه الوحيده اللي تبقت في العالم. لذا ما في داعي حتى انك تملكين اطراف لا يدين ولا رجول، يعني حتى لو قصيتي بفاده لانك انت ما راح تساعدين احد في النهايه، يعني مساعدتك اللي نبي عقلش بس. فجاه روبن ويتنجلت جاء دخلت فلاش باك، تذكرت على طول هنا كوالا من الجيش الثوري اللي كانت في السابق مع جيش فيشر تايجر وطاقم فيشر تايجر وانضمت حاليا مع الجيش الثوري، وقاعدة تقول حق روبن انها حركة خاصة راح تساعدش في الموقف لما تكونين في موقف يائس، هي لكمة خاصة جدا سبيشال بانش. فروبن اللي حاطة يدينه كده تقول ألا تكفي الصفعة، اللي مو فاهم النقطة دي. روبن دائما ضربات تكون عبارة عن سلاب صفعة كده طاح طاح كف على الوجه. تذكرون يوم من تطلع يدينه على جسد سباندم متحركم كذا زي المراوح صفعات 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 على وجه سباندم لما نفخت وجهه، فكانت تقول يعني يكفي اني اسوي يد عملاقه واصفع اللي قدامي. فردت هنا كوالا كلا، خصوصا اذا كان خصمش يهدف لقتلك، يعني اذا كان اللي قدامش جاي يبي يقتلك ما ينفع ترجعينه بصفعه ولا كف، ما يكفي ذا الشيء. فقعدت تشرح لها طريقه اللكمه هذه اللي عباره عن لكمه براحه الكف، طاح كذا ذاك ضربة قوية جدا براحة الكف وليس صفعة، لا لكمة بس مو بكذا براحة الكف، هي من أحد تقنيات الكاراتيه طبعا. فقاعدة تقول لها كل اللي تحتاجين إنك تركزين قوتك هنا وتحطين يدك بالطريقة دي، بعدين ها كذا قاعدة تتعلمها الضربة. ويظهر هنا ساب يقول أنا بإمكاني تعليمك الريوس كين اللي هو مخلب التنين، ضربة مخلب التنين اللي استخدمها سابو لضرب حلبة لفدس روزا، ضرب الحلبة كذا ضربة باستخدام هاكي التصلب ودمر الساحة كامل. جاء اللي من اليوجن في الجيش الثوري، أنا ناسي اسمه، ذكر اسمه من قبل والله حاليا ما يحضرني اسمه، وأتوقع أنه هو اللي درب كوالا على تقنيات اليوجن كاراتيه لأنه هو من اليوجن أصلا، وقاعد يقول لهم لا داعي أن تضغطون عليها، روبن قوية بما فيه الكفاية بتقنيات كسر المفاصل الخاصة فيها، روبن متخصص في الشيء، تمسك رقبتك تكسرها، تمسك ظهرك وتكسرها، تمسك يدك وتكسرها كذا بحركة اللي تطلع ثلاث أربع يدين متخصصة تكسير مفاصل. فكوالا ردت قالت ولكن نحن قلقين عليها، نحن نريد أن نبقيها في أمان بعد أن تغادر عن هنا، يعني حاليا نحن قاعدين نحميها ما راح نسمع لأحد يقرب منها ولا يأذيها، بس طلعت من عندنا وراحت نبيها تصير قوية لتقدر تدافع عن نفسها. فيرد هذا اللي بليجي يقول ما سمعت شيء، نقول أنا أقولها شيء قوية من الكفاية ما تحتاج منكم تعليم ودعم زيادة. وحكت هنا روبن إذا كان الوضع كذا يا كوالا يعني إيش خايفة علي لا طلعت وما أدري إيش، لما لا علميني شو استخدم ضربة الراحة اليد هذه، فهميني علميني القدرة. العجيب الموضوع أنه مو بس كوالا اللي ردت بل حتى سابو رد قال أورايت حسنا، يعني أنه في احتمال أنه حتى سابو علمها ضربة مخلب التنين هذه لربما. ويرجع المشهد الوقت الحالي وروبن كده طا ماكلة لكمة ثانية، وبدت هنا تعلق روبن تقول فعليا أنا استفدت من الضربة ذي أكثر من مرة في السابق، ورانا الكاتب فلاش باك ومرة حمت السفينة بيدينا الضخمة. المشكلة اني ما بقدر اذكر متى جذا المشهد، بس هو بعد السنتين مؤكد انه بعد السنتين استخدمت يدينا العملاقة عشان تحمي السفينة من الاصطدام او الانفجار او الشيء زي كذا، ما ادري في اليوجن ما ادري وين، في احد يسألني اللي يذكر يكتب لي في التعليقات تحت، والله ناسي المشهد ده وين جفي. بدأ نسابه يعلمها وكان نسابه قاعد يساعدها في تعليمها كيف تستخدم راحة الكف، حتى الان تقول انت لازم تستهدفين نقطة الصلب حق خصمش، يعني مكان اللي خصمش يتأثر فيه بقوة. وكوالا تقول له هذه ستصبح ورقتك الرابحة يا روبن، الضربة هذه ضربة البنش الكوع الكف راحة اليد. وبدأت تكمل لها أنت بس تحتاجين تستخدمين راحة يدش، يعني
لا تستخدمين اليد نفسها، لا تستخدمين لك من راح هذه، ترى فعلا ترى قوية جدا طاع كذا. وبدأت تقولها هذه تقنية سرية من تقنيات اليوجن كاراتيه، لأن كوالا فعلا بتدرب على اليوجن كاراتيه، وعلمت أحد تقنيات اليوجن كاراتيه تقنية واحدة بس لكن واحدة لروبن. ما نقدر نقول روبن زي جيمبي أتقنت كل تقنيات اليوجن كاراتيه، لا لا لا، هذه ضربة واحدة منها بس. وفعلا هنا روبن بدأت تنفذ التقنية من الفلور يوجين كاراتيه، وبدأت تطلع اليدين كذا عشان تتحول إلى يد عملاقة ضخمة. طبعا فعليا أخرجت اليد على ظهر بلاك ماريا، مو وراها، لا على ظهرها، ظهرها على طول هنا من ظهر العنكبوت تكونت اليد بالكامل وأصابت السقف مباشرة. جيجانتك تنتف عطت الضربة هذه في السقف مباشرة، خار السقف تتمر بالكامل لأن يد عملاقة أصابته، وبدأ يتساقط السطح كله، بدأ يتساقط على بلاك ماريا. طبعا بلاك ماريا بتقول لقد أخطأتي، يعني ما أصبتيني، كانت تظن أن اليد طالعة عشان تضربها. بعدين قالت مسكة أنها أساسا مو كانت تستهدف، كانت تستهدف السقف، وفعلا السقف طاح والجدران طاحت، فكل خيوط العنكبوت اللي كانت مربطة روبن، اللي كانت تشتعل نيران مسوي زي القفص الناري على روبن، كلها اندثرت واندفنت تحت الأنقاض. فبلاك ماريا قامت من الأنقاض، قامت أيتها القزمة اللعينة، أطفأت النيران حقتي غاضبة جدا. وفجأة من خلف بلاك ماريا ديمون فلور، طبعا باللغة الفرنسية دائما تقول ضرباتها باللغة الفرنسية أو شيء زي كذا، ما تشي اللغة اللي تستخدمها روبن صراحة اسم ضرباتها، بس معناتها الزهرة الشيطانية. وتطلع روبن عملاقة على شكل شيطان، ديفل له جنحان شيطان وعملاقة جدا ولونها أسود. طبعا اللون الأسود الكل يفترض أنه لربما بسبب استخدام هك التسلط، إلى الآن لم يثبت ولم ينفع هذا الشيء. احتمال كبير وارد نعم روبن وهي متحول على الهيئة ما استخدم هيئة التسلط عشان ما تسمع لأحد يضربها وتصير ضرباتها هي أقوى. بلاك ماريا أول ما شفت قالت شيطان، وتطلع روبن بنظرة سوداوية شريرة جدا وقاعدة تقول سوف أصبح شيطان، أنت طلب هذا الأمر لكي أجلد اللي غلطوا على اللي عزل علي أو من أجل أن أساعد الناس الذين اعتمدوا علي، يعني من أجل أن سنجي اعتمد علي ولازم أقضي عليه، بتحول شيطان عشان أقضي عليه. فبدت بلاك ماريا من رعبة وخوفة تهرب، ابتعدي عني، وش الهيئة المرعبة، خافت منها، خافت شافت شيطان قدامها خافت، وهي من حاشة كذا انتدت آيات جديدة من روبن ومسكتها وثبتتها على طول. هي نفسها بلاك ماريا قامت تصرخ وبدت على طول روبن تقلبها على جنب، ويوم قلبتها قاعد تقول لها روبن مفروض انك ما تحتاجين رجولش اليس كذلك؟ قالت لا لا تايم اوت، هالكلام كان عليش انت لانش ما منش فايدة، انا برجولي. وبدون اي تردد روبن بعد ما قلبتها جبت كذا، يعني كانت واقفة كذا جبت هذا راسه هنا، حاط رجلها كذا فوق راسه وجايب راسه كذا ومثبتة جسمها كامل برجوله وبدينها، لا عدت ايدي عدت ارجل وماسك رقبتها كذا، وقاعد تقول لها جراند جاكيز كلوتش كسرت ام رقبتها. ما شفنا الا بلاك ماريا كذا خلاص ودعت الملاعب، ما ادري قتلتها هل هي بس افقدت توعيها، المهم انها قضت عليها وهزمتها هذا المؤكد. انا بعدها جات صرخه من بلاك ماريا، صرخه مدويه جدا في الممر، بدوا اتباع بلاك ماريا قاعد يقول ما هذه الصرخه المدويه اللي سمعناها، وش الصوت اللي كان كسر، مو قادرين نشوف بسبب الثلج اللي سواه هذا الشيطان العظمي، يقصد المبروخ طبعا مسوي صفائح من الجليد مغطي مخلي ما بس نافذه بسيطه يمديهم يطلون منها. هل بلاك ماريا سمع على خير وكلهم جايين كذا يبون يطلون، كلهم جاوا عند النافذه او الممر الصغير هذا عشان يطلون منه، طبعا حاطين نفسهم فوق بعض، يعني اصغر شيء تحت بعد اللي فوقها تطل كذا بعد اللي فوقها تطل كذا، العملاق اضخم واحده منهم رقم 9 تطل من فوق اعلى شيء، تفتت كلهم يطلعون بلاك ماريا سان، تفتت عليهم روبن شافوا وشافوا الشيطان كذا انه شيطان ديمون ضار. ويجي كذا بروك يقول شكرا لكم لانكم اصطفيتوا فوق بعض كذا، اعطيتوني خط هجوم واحد، يعني ضرب واحد اقدر اقضي عليكم كلكم. والان بدون لا اطول الموضوع، ما رايكم بحلم ويسوي عليهم كذا جينج نوتة موسيقية بالسيف قريش قريس ما تجيز بالضربة حقه صراحة. ولا سمع لنا كلهم صرخة سقطوا كلهم جميعا، بروك قضى على كل أتباع بلاك ماريا
وروبن قضت على بلاك ماريا كما هو متوقع من هذين الاثنين الاساطير. طاحت روبن في الارض لقد ضغط على نفسه اكثر من اللازم. جبروك طاير عليها تمالك نفسه روبن سان جاء عندها ينقذها يعني، وجابوا لك كذا زي الطير البومة قاعد يراقب من بعيد وشاف المعركة. ففي مستخدمين قدرة المايريز زي اللي عند السي بي ناين يمديهم ينقلون الخبر حاليا للقاعة كلها أو لكينج مثلا إن نعم تم هزيمة بلاك ماريا، بما يعني إن توبي روب والست كلهم سقطوا. طبعا اللي هزموا خمسة ولكن إكس دريك انقلب عليهم، فما في توبي ما في توبي روب خلاص. ستة من أقوى قادة كايدو اللي بعد الكوارث مباشرة سقط، وما بقى عند كايدو إلا ثلاث كوارث وهو فقط اللي واقفين حتى الآن من القاعدة نتكلم. تقل المشهد إلى ميناء توغاكي اللي كان موجود فيه لوفي، ونعم مباشرة توقع الأسطوري اللي قلناه الأسبوع اللي طاف ظنه أخوي إبراهيم اللي قاله أو ما أدري واحد في الشات قاله والله ما نتذكر. كاريبو قاعد يقول لهم ألا تفهمون يا رفاق هل أعطيتكم إياه مؤونة شهر كامل من طعامي؟ طلع لهم من المستنقع حق طعام بالهبل، مؤونة شهر كامل مخزنة له أهو أظهرها، إن لم تعيد الدفع لي يعني لما عوضتوني عن كمية الأكل هذه أنا بنتكب ما عندي شيء أكله. طيب ما أنت بميت من الجوع يا حكي. طبعا ورانا بصورة اللي بعد لوفي قاعد قاعد يأكل خبز وفاكهة ولحم وكل شيء أمشي اللحم. لا طبعا قال الأكل موجود في أكياس، يعني إن كريم مخزنها داخل جسمه في أكياس معينة، هذه الأكياس المخصصة داخل مستنقع الوحل العملاق حقه مخصصة للأكل. فطلعها كذا كياس كذا فتحها قدام لوفي، مخزون شهر كامل رضي يأكل فيه شهر كامل مؤونة له، قضى عليها لوفي في جلسة واحدة كاملة. أتباع لا وقاعد يقولون واو هذا شيء مجنون إنك قدرت تخزن كل هذه الكمية من الطعام داخلك. فهو يضحك فاكهة السوام بسواب مستنقع الخاصة به مساحتها أو الكباسيتي حقتها endless ما لها نهاية، عندي متسع لا نهاية له داخلي. هذا الشيء اللي أنا قلت له مستنقعة يقدر ياخذ حتى مصنع كامل امتصه، قلت ببث المانجا جابوه من قبل يمتص في المستنقع حقه مصنع كامل مبنى كامل يمتص داخل المستنقع حقه، ومن قبل خزن حريات وكنوز واوا. فمستنقع فعلا كبير كبير جدا يخزن فيه كميات لا حدود له. جان بيير إذا ما أنا غلطان هذا كان اسمه السواقة غواصة لاو واللي كان عبد عند التريوب يحرره لاو في السابق إذا تذكرون، قاعد يقول حق لوفي قبعت القش الحين بدل منك كلت استعدت عبيتك، ممكن تقول لنا شو اللي صار في نقاشيما؟ شو اللي صار مع الكابتن حقنا لا؟ وش اللي صار مع بيبو والدب المقاتل؟ شو اللي صار معاهم؟ وهو قاعد ياكل سلاو كايدو سلاو ما يمديك تفهم شو اللي هو قاعد يقوله اصلا، لانه قاعد ياك يتكلم وياكل فما تفهم من كلامه شيء، بس انا قاعد يقول لا وكايدو يعني كنا قاعد يقول لهم لا وساعدني في قتاله مع كايدو بس بعدين نزل كذا، يعني بيوصل لهم معلومه بس ما في معلومة كانت توصل أنه مهتم أنه يأكل أكثر من كون أنه مهتم يوصل معلومة. جي المشهد عند مومونوسكي مع شينوبو وخروا شوي عن لوفي والشباب في زاوية على جنب كذا قاعدين يأخذون حوار سري، حوار مهم، نقاش مهم جدا جدا وهو أهم شيء في هذا الفصل على جنب. واضح أن مومونوسكي طلب شيء من شينوبو فبدت الحوار شينوبو أستطيع فعل ذلك ولكن كيف تطلب مني أسوي هذا الشيء؟ شينوبو قاعد تقول حق مومونوسكي ذلك المكان تقصد جزيرة أونيغاشيما خطر جدا، أنا ما راح أسمح لك أنك ترجع ذاك المكان مرة ثانية. ويرد مومونوسكي بنبرة جادة جدا وفيها يعني حماس وكذا عاصمة الزور كلا وانو كلها بتتدمر إذا ما تصرفنا وما سوينا شيء. وترد شينوبو تقول ولكن إن فعلتها إن أنا سويت شيء اللي تطلبه مني لن تستطيع العودة لوضعك الطبيعي أبدا، وستبقى بعقل وقلب طفل. واضحين وين رايح الكلام ولا مش واضح يا شباب وين رايح الكلام؟ أنا حبيت أود أن طرحها بالطريقة بالأسلوب صراحة. ويرد مومونوسكي I don't care ما يهمني ذا الشيء، ما يهمني لو كبرت وبقيت في عقل طفل وقلب طفل. قلب
الصغير لا يتحمل. أرجوك بمساعدتك أستطيع أن أصبح تنين أكبر، تنين عملاق، تنين ضخم، تنين وردي ضخم. جاب الخلاف من قبل وتكلمنا عنه من زمان، من أكثر من 3 سنوات، وعلى المحل جي شق وأنا أقول ممرسكي رح يكبر، ممرسكي رح يكبر. شنو بقدرته الأرض، شنو شنو مهيب، وش قدرته؟ عفل عفل، ما حد مصدقني، ما حد مطوعني. نكمل الفريم الأخير عشان بعدها نقدر نخلط على راحتنا وننبسط. أتوسل إليك يا شنوبو، استخدمي فاكهة رب رب جيتسو نضج نضج نو جيتسو الخاصة بك، واجعلي مني بالغ، أن أدولت، رجل بالغ، رجل يبلغ من العمر 28 سنة. ما أدري إيش أنا محدد السنة بالضبط، إنه يعني بترجع 20 سنة، بس فعلا 28 بيكون سن بالغ. يعني مو مهم العمر اللي بيوصل له، المهم إنه بينضج، جسمه رح ينضج، عضلاته رح تنضج، تنين رح ينضج، رح يكون تنين وردي ضخم، ورح يمسك السيف، ورح يكون أسطورة. أسطورة مومو تارو. شق حلجي آخر بث للقناة العربية كنت أتناقش مع نايف إنيميستيشن وأخوي الغالي عمر أحمد من مصر، ويعني ما أذكر والله صراحة إذا كان فوكس عمر معاي ولا ضدي، بس يعني المهم كنا في قناة دحومي الريزان الله يحفظه، ما أذكر برضه إذا الريزان، أظن الريزان كان ضدي طبعا، أظن المهم أني كنت أتكلم عن أسطورة مومو نوسكي، أسطورة مومو تارو، وأن الجزء الأول من اسم مومو تارو ذهب إلى مومونوسكي، فلا بد أن لمومونوسكي دور كبير. نعم نعم، إيقاف الجزيرة من السقوط عن طريق الغيوم اللي راح يظهرها. طبعا ذا الكلام قلته في انطباع أسبوع اللي طاف، اللي متابع انطباع أسبوع اللي طاف سمعني عدت الكلام، قلت هذا الوقت المناسب لشنوبنا الضخمة عشان يقدر يطير، وعشان يقدر لما كايدو يزيل الغيوم عند الجزيرة عشان تسقط على قصر الكوزوكي يظهر غيوم الخاصة ويحيط الجزيرة ويرفعها يوديها فوق الجبل، يرجعها إلى نوغاشيما، يتصرف يوديها وين ما يبي طالما أنه تنين ضخم. بيكون هذا دوره ومهمته الأولية والرئيسية، إنقاذ عاصمة الزهور، إنقاذ قصر أجداده، أسلافه وقبيلته، قصر الكوزوكي من الدمار الشامل. هذا أول وأكبر وأهم أهمه راح يشيله على عاتقه على كتفه، لأنه ابن أودن، لأنه من عصيرة الكوزوكي، لأنه الفتى الموعود من قبيلة الكوزوكي من دولة وانو، ولأنه الشوغن الحالي لدولة وانو بعد أن يقتل طبعا الحقير الشوغن الحالي اللي هو أوريتشي. وهذا طبعا برضو عندنا دور أنه يقتل أوريتشي وارد، احتمال الأكبر بالنسبة لي أنا واللي أتمنى فعلا مش أوريتشي، أنا أتمنى كايد يقتل كايد بالأخير، يعني لو بس كذا تشينك. لأني برجعكم للفصل 819، أتمنى أن الرقم صحي، إذا مو خطأ رجعوا لحساب سكبر قبل ما تلقون الرقم بالضبط، اللي هو حدث جزيرة زو في اللحظة اللي تحالف فيها لوفي مع مومونوسكي، سلموا على بعض وأقاموا التحالف. مومونوسكي بالحرف الواحد قال كذا، بالحرف الواحد قال أنا أتمنى لو أنني بالغ وأستطيع الانتقام لأمي وأبي. الانتقام، تيك ريفنج، الانتقام يكون بإيش؟ بأنك تقتل اللي قتل أمك وأبوك. من اللي قتل أمه وأبوه؟ كايدو وليس أوريتشي. أوريتشي كان مساعد له دور رئيسي، بس اللي فعليا طلق الرصاصة الأخير على أودن كان كايدو، واللي قد طمه دخل القصر المحترق وأشعل النار في القصر كان كايدو. يمكن ترى حتى مومونوسكي ما يدري أن أمه ظهرت من القصر، وآخر ذكرى له أن أمه انقلت في الزمن وكانت داخل القصر محترق، رجع بعد 20 سنة قالوا لأمك ماتت، واللي قتلوا أمه في الذكرى أتباع كايدو. ففي النهاية كايدو هو العلة، ومومونوسكي بالحرف الواحد قال أبي انتقم، أبي أقتل كايدو، أبي أهزم كايدو، قال كذا أبي أقتل، أبي أهزم كايدو، ولكنني لا أستطيع لأني لا أزال صغيرا. وحين قاعد يقول أرجوش أتوسل ليش اصنعي مني بالغا، مثل ما توقعنا تماما. طيب للي ناسي نذكركم متى قلنا التوقع، ليش قلناه، رابط الحلقة القديمة بحاول أحطه في صندوق الوصف إن شاء الله، اللي ما أنسى، ولكن لو نسيت ابحثوا عنه. سلسلة اقتباسات أودا، هذا السلسلة اللي أنا سويتها تحفة الاقتباسات، كان هذا عنوان الحلقة اللي أنا نزلتها، كنت أتكلم عن رونين ووريرز، إنمي قديم من بدايتها إحنا بدينا الاقتباس. طبعا أنا كنت حاط أسطورة مومتارو قبل نظرية أسطورة مومتارو، إن الاسم مقسوم بين لوفي وبين لوفي القرد وبين مومتارو وبين الكلب إنوراشي، وقلت إن حتى احتمال يدخل ماركو بسبب ذا الشيء عشان الطائر،
وقلنا ان القرد هو لوفي. فذا النظريه منزلها من زمان، حتى قبل 4-5 سنوات قبل ذا النظريه. بس في ذا النظريه كنا نتكلم عن اقتباس اودا لانميات قديمه في اليابان على عهده، ويوم انا كان صغير يطالع الانميات في اليابان كان يشوف الانميات، وكان اودا يقتبس منها، من بينها غازلمان، ومن بينها تنوكي، مش كان اسمها، الحلقه موجوده تروح تشوفونها وتستمتعون فيها بالكامل كل الاقتباسات القديمه اللي فيها. بس احدها من الاقتباسات كانت رونن ووريرز. رونن ووريرز كان عباره عن انتقال عبر الزمن، محاربين جو عبر الزمن وحاولوا يقتلون شيطان، وكان مره قوي وما استطاعوا قتله. في النهايه طفل صغير استطاع قتل ذا الشيطان، ومن بينها من يعني منها اخذنا الاقتباس ان اودا بيقتبس مومتارو مع هذا الطفل، اثنين مع بعض في النهايه بيخلي مومونوسكي كطفل يقتل كايدو. طبعا يوم طلعت النظريه كان في استهجان واعتراض غير مسبوق على هذه النظريه من الجميع، ما شفت احد في صفي نهائيا وانا اطرح هذه النظريه، الكل كان معترض عليه في البدايه قبل 3-4 سنوات اول ما طرحته، ما حد كان معي نهائيا، كل ما اطرحها قدام احد، ماجد من جدك، ماجد انت صاحي، ماجد كايدو اللي مقتل احد في الدنيا تبي مومونوسكي البازر يقتله، لا يا ماجد لا حرام. الى حتى قبل اسبوعين من 3 اسابيع بث القنوات العربيه قالوا لي بغض النظر حتى لو كان مومتارو مقتبس وما شنو، ما اعتقد ان الطفل، قلت لهم بيكبر، قلت لهم شنو هو موجود عشان تخليه يكبر، قال لا ما لا صعب يا ماجد، صعبه مستحيل يا ماجد. والحمد لله اودا لم يخيب ظني، الحمد لله اخيرا اودا وصلنا للنقطه المهمه. طبعا يعني فعليا الى الان مومنسكي ما كبر، يعني في احتمال الاسبوع الجاي بعد 70 طبعا ينزل فاصل، للاسف في توقف، شنو بتقول له ما راح اكبر اكتسب عليه وتخليه، كل النادي ان هذا الشيء مستحيل يصير، خلاص مدرب الكاتب لمح عليه بيصير، بس الى الان ما تحقق التوقع 100%. واللي اهم بالنسبه لي من ان مومنسكي يكبر انه في النهايه يقتل كايدو، وزي ما قلنا ترى مو شرط ان لا خلاص الحين 100% مومنسكي بيقتل كايدو، بس التوقع قاعد يمشي يتجه نحو الاتجاه الصحيح. يعني هو الاعتراض كان من الكل مستحيل مومونوسكي يكبر، مو منطقي مومونوسكي يكبر، قلنا لهم جوليري بوني ما قبلوا انه ما راح تدخل الارك، وفعلا ما دخلت الارك. قلنا توكي ممكن قدره امه انه انقلطوا 20 سنه عشان بعد 20 سنه بالضبط لدقه الساعه راح يكبرون كلهم 20 سنه، يعني يكون يعني ايقاظ او اثر متاخر من قدره توكي، طبعا هذه كانت شاطحه بس عشان اقنعهم. في ذاك الوقت لما قلنا النظريات شنوبو ما بعد تظهر بالقصة، ولا بعد حتى يتضح ان شنوبو عندها قدرة اللي كنا نظنها في ذاك الوقت، عفن بعدين اكتشفنا انه نضج، ومن اللحظة اللي انا اكتشفت ان شنوبو عندها قدرة نضج غيرت نظريتي، قلت ترى شنوبو تستطيع ان تضخم مومونوسكي تكبر 20 سنة، ورفضوها الكثير، رفضها ما تقبلها، ولكن الحمد لله اخيرا تحقق التوقع. باقي برضو السيف يا جماعة الخير مستحيل الكاتب يعطيني اكثر من 20-30-40 فريم لمومونوسكي قاعد يتدرب على السيف الخيزران ذا، ها ها، وبعدين يجيب لك ابو خاشم ميتاتسو جايب سيفين يقول ان ما بياخذ زورو وامينها كبر السيف الابيض انت بتاخذه يا مومونوسكي، مومونوسكي يقول لا 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 انا خايف ما تعطيني اخر خله عندك احتفظ فيه لبعدين، وفي الاخير ما ياخذه. طيب ليش اجل 30 فريم 40 فريم اللي تمرين انه يتدرب مع زورو، وريت ان ابوه قاعد يدربه يوم انه كان مع شانكس في ارك، يوم كان في سفينه روجر، كان من يوم انه في سفينه روجر مومونوسكي وهو في سفينه روجر ملك القراصنه وشانكس جنبه، اودن قاعد يدرب مومونوسكي على استخدام السيف من يوم انه عمره 3 سنوات 2-4 سنوات ويتدرب، وطول الخمس سنوات اللي ابوه قاعد يرقص في وان ودرب فيها الخمس سنوات، قالوا ان اودن ما سوى شيء، لا درب اغماده على استخدام الريو الخاص باودن، الريو القاطع هذا المتقدم، تقنيه متقدمه من الريو، قاعد يدرب الاغماد قدام ولده واقف موجود يسمع ويشوف التدريب ويحضر، يمكن حتى وحاول يتدرب، وممكن حتى لو اعطاه تدريب خاص له بس الكاتب ما اظهرها لك. كل هذه الاشياء نعم حاليا ما منها فائده وهو صغير، بس انا قلت راح يكبر. والاهم من هذا كله فاكهة الشيطان اللي عنده فاكهة مستنسخة من كايدو، نفس فاكهة كايدو تماما، وعندها الغيوم على الأقل شفنا عندها الغيوم، وما دام انه بيتضخم كتنين فهو يستطيع التحول الى طور الهجين، وراح يكون ضخم وكبير في طور الهجين نفس حجم كايدو، وراح يكون قوي ومعضل نفس حجم كايدو. تبي العضلات تبي القوة هذه جاتك، تبي السيف هذا موجود بيجي، تبي الهكي الملكي واضح 1,000,000% انه من الكوزكي وعنده هكي ملكي، ولا شلون قدر يسمع قدره سمع كل شيء؟ كل اللي عندهم قدره سمع كل شيء، قال احمد اليماني في جلسه النقاش قبل شوي، كل اللي عندهم قدره سمع كل شيء، اودن، روجر، لوفي، كلهم عندهم هكي ملكي،
مو معقول ان الثلاثه ذي كلهم من عند ماكي ملكي، ومومونوسكي اللي ولد اودن واللي من قبيله الكوزكي واللي قدر يامر زونيشا ما عندها كي ملكي. لا احد يحاول يقنعني بهذا الشيء، مستحيل من سبع المستحيلات. عندها كي ملكي بس ما بعد يستيقظ، ممكن في لحظه القتال المميت هذه يمكن يقاتل اوريجي قبل ويستيقظ الهاكي الملكي حقه بعدين يروح يقتل كايدو. كل الاحتمالات وارده، لا احد يستبعد اي شيء يا جماعه الخير، كل الاحتمالات وارده من الحين الطالع. بس صدقوني مدور مومونوسكي لن يكون فقط بانه ينقذ وانا بانه يحوط الجزيره بالغيوم ويشيلها، هذا الدور غير كافي، لابد يكون فوق دور ثاني، يا اما قتل اوريتشي، وزاد على قتل اوريتشي يكون في برضو قطع لرقبه كايدو، هذا الشيء اللي انا مراهن عليه واتمنى له، ان لوفي لن يقتل كايدو. الكاتب مستحيل يخلي لوفي يقتل احد اعدائه، ولا اعتقد انه واحد من طاقم لوفي راح يقتل كايدو ايضا، يعني ما عندي مانع لو زورو سواها. طز في مومونوسكي، لو زورو قتل كايدو طز في مومونوسكي، مو بلازم يقتل، طز في نظريتي يا رجال، اذا زورو اللي بيقطع راس كايدو انا راضي. ادري ان هذه حياديه، وادري ان هذا يعني ادري ان هذا يعني عاطفيه زايده، بس اخي القلب ما يحوى علي منكم، اذا زورو اللي بيقطع انا راضي. طبعا برضو بيكون فيها تخفيف عبء على عشاق كايدو ان زورو اللي قتاله اهون من انه يكون مومونوسكي، ولكن من وجهه نظري هو كايدو نفسه قال لن يظهر من هذه الدولة ساموراي وحشي مثل أودن. مومونوسكي هو ولد أودن، لا تضخم وصار قوي واستجمع عزيمته واستخدم الريو، والملكي راح يكون وحشي أكثر من أودن، وراح يحقق لكايدو حلمه وأمنيته بأنه يموت في أرض المعركة. نعم مومونوسكي اللي راح يقطع راسه، أنا مراهن على هذا الشيء وستم مراهن عليه، قطيت النظرية ذي قبل 3-4 سنوات وسأظل مدعمها ومستمر خلفها حتى تتحقق ونقهر كل الأعداء والحاقدين. طبعا مع كامل الحب والاحترام للأعداء والحاقدين. طبعا للتذكير بس بالنسبة للإنمي رونن ووريرز كانوا محاربين رونن، يعني زيهم زي الغماد التسعة رونن، جاءوا انتقلوا عبر الزمن وما قدروا يقتلون العدو، والطفل الصغير هو اللي قتل العدو اللي انتقل معاهم أو كان عنده قلادة أو شيء زي كده، والله ما بذاكر قصة الإنمي، يرجعوا شوفوا الحلقة حقتي وراح تفهموا الاقتباس اللي أنا بديت عليه. ومن عام 2018 يا جماعة الخير 2018-11 قايل هذه النظرية قبل لا تطلع شنوبو، حتى أنا قايل هذه النظرية أن مومونوسكي هو من يقتل كايدو، إلى الآن ما تحققت ولا صار شيء، ولكن للتذكير بس عشان لا أحد ينسى، الكل كان معترض على أن مومونوسكي يكبر أصلا وهذا الشيء صار، باقي الاعتراض على السيف وبيصير لأن تلميحات السيف صارت، اعتراض على الفاكهة ما منها فايدة، فاكهة صغير جاب لك الكاتب ان فاكهة نفس فاكهة كايدو، كانت مشكلة صغير عشان صغير راح ينكبر فبتصير عنده نفس فاكهة كايدو تماما، بقى الاعتراض على سالفة قلبه وعقله، مو مهم ان انت قلبك وعقلك طفل. بحرق حاليا من انمي هانتر سانتر اللي ما شافه، انا اعتذر الموضوع انكم شايفينه، كان في شخصية جون من انمي هانتر سانتر يوم حقد مو طبيعي، ومومونوسكي حاقد حاليا حقد مو طبيعي على كايدو، قاتل أمه، قاتل أبوه، قاتل الأغماد حقين أبوه التمثيل اللي هو كيمون قدام عيونه، قاتل ثلاثة من أعز أخوياه قدام عيونه، فاشتمون أكثر من كذا يا جماعة الخير. فيوم حقد جون على بيتو واستخدم قدرته النن حقته اللي خلته يتضخم، تضخم بكل عضلاته وقدر يقتل بيتو كانتقام، فش اللي يمنع حاليا مومونوسكي اللي عنده فكيات النضج حاليا، هذه قالت تخلي نضج يعني عضلاته راح تنضج، راح تصل الى لحظه النضوج، جسمك ككل راح ينضج، كل اللي راح يبقى طفل عقله، وعقل الطفل هذا من فصل 819 ثمانية غلطان في الرقم، هو حاقد وزعلان ويبي ينتقم من كايدو، وزاد الحقد الحين في هذه المعركه، وفي النهايه لو ما قتله راح يصحى راح يتجدد ويقوم من جديد وراح يرجع يدمر وانو من جديد، فبيكون في موقف ما في مجال انه والله طفل انا خايف ما اقدر اقتل، بل ربما ان الكاتب يعطيه فرصه انه يقتل اوريتشي قبل فيقاوم خوفه وما الى ذلك ويقتل اوريتشي بعدين يجي عند كايدو جاهز مجهز اقضي عليه. بس كل المطلوب منك طور الهايبرت، انت في طور الهجين ماسك السيف وعضلاتك قويه، والسيف احتمال يكون زي ان ما يمتص الريو بل ربما يكون اقوى يمتص الملكي، وترفع السيف كذا والحركة اللي تدرب عليها 7-8 سنين من حياتك طول ما أنت صغير وبوك يدربك عليها صب كذا بس سناتشينغ انقصت رقبة كايدو، ويكون الكاتب ملمح لها وعطانا عليها هنت من قبل لا يبدأ الارك من فصل 800 وملمح انه مومونوسكي هو اللي يبي ينتقم ويقتل كايدو، فش العذر لكم انتم ما توقعتوا السيناريو، انا توقعته
أنا شرحت لكم وقلت لكم وبنيت الاقتباسات حق مومتار وحق رونن ووريور وحق السيف وحق الفاكهة شق حلج ونحن نتكلم ما حد منكم راضي يقتنع ولا راضي يصدق شو أسوي فيكم طيب أدري إن الإعلان النظرية ما صارت بس أنا قاعد أدافع عنها قبل تصير عشان أدري إن الانتقاد عليها لما تصير بيصير أكثر من الحين من قبل تصير أتحدد أحد فاهم شيء من كلامي كذا كنا وصلنا لنهاية هذا الانطباع الجميل والرائع والممتع معاكم أتمنى أنكم إن شاء الله استمتعتوا معنا في الختام قولوا معي سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أتسوي الاشتراك في القناة ضغط على زر الإعجاب والشير ونشوفكم على خير.